السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ويكون كلشي على ما يرام. اليوم جيتكم فيديو جديد واقتراح جديد كما كتشوفوا معايا. غادي نصايب انا وياكم الميلفاي، واحد الحلوه اللي كتجي زوينه الصراحه. وغادي نصايب انا وياكم العجين المورق، واحد العجين اللي اكسبريس يعني كيوجد دغيا واقتصادي كيف ما عودتكم بالوصفات اللي كندير انا وياكم. الا كنتو كتبغيو هذا الكاطو تابعوني حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمقادير وش فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كما قلت لكم سهله، غادي نحتاج واحد 500 غرام ديال الدقيق او ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبه، عندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا شويه ديال الملحه يعني على حسب الخليط. ودابا غادي نجمعوا هذا الشيء كله بالماء. الماء انا هنا احتاجيت واحد الكاس، ولكن كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. غير غادي نجمعوا هذيك العجينه ديالنا، يعني ما غاديش ندلكوها، ما محتاجينش واحد العجينه اللي تكون مدلوكه، محتاجين غير عجينه اللي تكون مجموعه وتكون شويه قاصحه كما كتشوفوا معايا. دابا غير كنديها ونجيبها باش تكون ليا واحد الكويره وصافي. هذه العجينه ديالنا كما كتشوفوا معايا، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، غير كنديها وكنجيبها باش كنولي حاصله على واحد الدواره اللي غادي نديرها في واحد الغذاء، في واحد البلاستيك غذائي. بما وجدت الزبده ديالي، الزبده عندنا 250 غرام. اي نوع الزبده عندكم، يعني بالنسبه للناس اللي في المغرب يستعملوا اللذه او لهنايا، المهم خاصها تكون زبده عاديه وصافي. كما شفتوا دابا خديت الزبده ديالي ودرتها هكا ما بين جوج ديال الورقات، وحاولت انني نبسطها هكا. ودابا جبت هذاك العجين ديالي كما كتشوفوا معايا، وغادي نستعنوا بشويه ديال الدقيق. صافي العجين ديالي هكا قسمته على أربعة وصافي، كندير له هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. من هذه الطريقه يعني كنسرحوا الجوانب وكنخليو الوسط ديالنا غليظ. علاش؟ لان هاد العجينه ديالنا ما خصش الزبده تخرج منها، يعني خصنا نورقوها وفي نفس الوقت يعني ان العجينه ما تخرجش لينا منها. كما شفتوا معايا صافي سرحتهم على هذا الشكل. ودابا غادي نجيبوا هذيك الزبده ديالنا اللي بسطناها، يعني بسطناها باش كتسهل علينا الخدمه. صافي دابا وغادي نغطيها هكا بالعجين. كما كتشوفوا معايا العجين حضرنا له داك نص كاس ديال الزيت، فبالتالي كيعطينا الطوع وكيتخدم لينا ساهل. صافي كما شفتوا معايا كنسرح ولكن على شكل طولي، ومن بعد كنتنيها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هذا هو اللي كيجعلها انها تخدم ساهله، يعني كنتنيها هكا على جوج وصافي. كنتنيها دابا بحال هكا على شكل كتاب كما كتشوفوا معايا، وكنعاود نخدمها في نفس الوقت ما كترتاح ما والو. كنستعن بشويه ديال الدقيق وكنزيد عاوتاني نخدمها على شكل طول، يعني كما شفتوا هذيك الطريقه اللي انا وريتكم ديال الطي. هاد الطريقه هذه ديال اننا كنتنيوها على جوج كنورقوها، راه بحال اللي دابا حنا خدمناها اربعه المرات، واخا حنا خدمناها غير جوج المرات كما كتشوفوا معايا. وصافي دابا كنتنيها على هاد الشكل وكندير لها علامه، وكنخشيها دابا في المجمد غير 5 دقائق. كنعاود نقول لكم غير 5 دقائق، هاد العجينه بهاد الطريقه راه كتاخذ منا 10 دقائق ما فايتاش. وصافي دابا كنسرحها عاوتاني على هاد الشكل، كنستعن بالدقيق. ها هي دابا ما كنبقاش ندير الدقيق بزاف باش تبقى لنا هذيك العجينه ديالنا مورقه كما شفتوا معايا. وكنستعن عاوتاني بنفس الطريقه، كنتنيها هكا على جوج وكنزيل هذاك الدقيق اللي عندي زايد، وكنعاود نورقهم هكا على الجناب. صافي وكنعاود نتنيها بحال هكا وصافي. ها العجين ديالنا المورق اللي قلت لكم ساهل صافي موجود. دابا كنسرحوها على السمك اللي بغينا. انا حيت عندي اللاطة ديال الفرن صغيره، فبالتالي قسمتها على جوج الخطرات، يعني غادي ندير هاد الاولى طيب ومن بعد غنزيد نفس الكميه. صافي كما كتشوفوا معايا خصنا نتقبوها مزيان، ومن بعد كناخذ شويه ديال السكر سنيده اللي كندردرو عليها من الفوق باش كتجيني محمره، وكنغطيها بواحد الفيلم وكندير على واحد اللاطة وكنديروها في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تحمر لنا. من بعد غادي نمروا للكريم باتيسير او كريمة الحلواني اللي درت فيها 3 ديال البيضات، 3 ديال معلقة السكر، عندي واحد سكر فاني ديال 7 غرام، وغادي نستعنوا ب3 المعالق ديال مايزينا او النشا،
وغنحتاجو نصف لتر ديال الحليب اللي سخنته. وطبعا كالعاده راه غادي نخلي لكم المقادير بالجرامات وبالكؤوس في صندوق الوصف. كما شفتوا معايا الحليب ديالي اللي سخنته كنبقى نضيفو على الخليط ديالي بشويه بشويه حتى نكملو، ما كنضيفوش بدقه باش ما يطيبش لنا البيض. ومن بعد يعني غادي نديرو في واحد الكاسروله على نار ونبقى نحركو حتى تجانس ليا الكريمه. صافي من جانست ليا الكريمه على هذا الشكل، دابا غادي نضيف عليها واحد الملعقه ديال الزبده باش كتعطيها واحد المذاق. صافي على هذا الشكل يعني كنخلط الزبده ديالي، ومن بعد يعني الكريمه غادي نغلفها بالفيلم غذائي وغادي نديرها على جنب بما طابت ليا العجينه المورقه ديالي. وصافي غادي نخليها غير هكا تبرد. صافي راها موجوده. صافي العجين المورق ديالنا من كيطيب كيجي على هذا الشكل محمر صراحه ومقرمش. صافي غادي نقسمها على جوج، وكما كتشوفوا معايا يعني كنديروها هكا وكنجيبوا داك الكريمه ديالي. انا درتها في واحد لابوش، ولكن نتوما تقدروا ديروها غير بالمعلقه غير بلابوش كما كنقول لكم كتكون الخدمه ديالنا نقيه. صافي دابا غادي نسرح الكريمه ديالي الطبقه الاولى، ومن بعد يعني ضفت العجين، ومن بعد عاوتاني زدت الكريمه هذه الطبقه الثانيه، والطبقه الثالثه يعني كنزيدو غير العجين المورق ديالنا. وغادي المره انا وياكم نوجدوا الفوندو. بالنسبه للفوندو عندي هنا 4 ديال المعالق ديال السكر الرطب او السكر كلاصي، وعندي عصير ديال النصف حامضه كنبقى نضيفو هكا تدريجيا وانا كنخلط كنخلط حتى كنحصل على واحد العجين اللي يكون كما كتشوفوا معايا القوام ديالو ما مطلوقش وما جامدش بحال هكا، غير هو خصكم تزربوا عليه. وكما شفتوا انا خليت واحد المعلقه اللي غادي نضيف عليها الكاكاو باش غادي ندير هذيك الشكيل الاسود باش كيجي داك الشكل ديال الميلفاي. كما قلت لكم خصكم تزربوا باش ديروا هذاك الفوندو ديالكم. ومن بعد دابا زدت هذاك الاسود على هذا الشكل، يعني درت خطوط اللي عشوائيه ماشي ضروري يكونوا يعني مقادين. وصافي جبت واحد الكوردو وكندير هكا خطوط طوليه، ومن بعد غادي ندير خطوط في العرض كما كتشوفوا معايا. وصافي الملفي ديالنا هو موجود، خليته برد شويه. ودابا غادي ناخذ انا وياكم واحد السكين اللي كيكون هكا ماضي وكنوضو نحيدو دوك الجوانب باش كنقادوها. بالنسبه للجوانب راه ما كيضيعوش، انا اش كندير لهم كنديرهم في الكونجيلاتور من بعد ما كنفتتهم وكيجيونا هما بحال الفويتين اللي درتو هكا شي كيك ولا هذيك تزوقوا به دوك الجنيبات. صافي كما شفتوا الملفي العائلي ديالنا اللي بالحجم الكبير كيجي على هذا الشكل، سهل واقتصادي صراحه. كنتمنى ان يعجبكم وفرجه ممتعه. ما تنساوش لايك وتعليق وشكرا.